فيديو النهاردة بعنوان شخصيات في حياتك خسارتهم مكسب. مين الشخصيات اللي خسارتهم مكسب؟ أول نوع هو الشخص اللي بيقلب عليك مع أول مشكلة، ما بيصدق تغلط غلطة ويقوم فورا مطلعك من حياته. تاني نوع هو الشخص اللي ما بيشوفش نفسه غلطان أبدا، الشخص اللي ما بيعرفش يعتذر، دايما بيرمي اللوم عليك ودايما بيقولك إن أنت السبب في أي حاجة غلط هو بيعملها. تالت نوع هو الشخص اللي مش بيعرف يسامح، لما تغلط في حقه وتعتذر له ما بيسامحكش، ما بيعرفش يعني ايه يدي فرصة جديدة. رابع نوع هو الشخص اللي مش بيشوف ابدا اي حاجة حلوة بتعملها له، دايما طول الوقت بتبذل مجهود رهيب عشان ترضيه وهو ما بيعجبوش العجب. خامس نوع هو الشخص اللي طول الوقت بيكذب عليك، كل مرة بتكتشف فيها انه بيكذب بيرجع يوعدك انه مش هيكذب وبيكذب تاني. كمان الشخص اللي طول الوقت عايزك تبقى مثالي وبيطلب منك تعمل كل حاجة صح وهو فيها العبر، ما بيشوفش نفسه، طول الوقت بيحاسبك وعمره ما بيحاسب نفسه. واخيرا الشخص اللي دايما بيهينك وبيقلل منك، طول الوقت بيتريق عليك سواء بينك وبينه او قدام الناس، بعدين يرجع يقولك معلش اصل كنت بهزر. لا هو ما بيهزرش. النوع ده من الشخصيات خسارته مكسب.